بعد الحرب اللي صارت ما بين اوكرانيا والروس، باسكو شاو لو الناس خايفين من شغل تصرا حرب عالميه ثالثه، شاو اللي يديروا الناس يولوا يشرو الذهب، تولي لا دوموند على الذهب، العرض والطالب. بهذا العرض والطالب تولي سومة الذهب تطلع، باسكو الناس تولي تشري الذهب بزاف، تولي دسه تخاف تصرا حرب عالميه ثالثه، الدراهم ما يولوش يقضوا كيما نقولوا، فهمني؟ قد تقولي شويه ناقص على الاوروب بار اكزومبل، كيما نشوفوا اقبال بزاف تاع لي زيميغري يجوا يشرو هنايا بزاف الذهب، ما يجوا لابسين والو من فرنسا باش كي يجوا هنايا يشرو بزاف ويطلعوه معاهم بلا باف، ما يديرولهمش بروبليم.